المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الأعداء الأربعة، هذا هو عنوان هذه الكلمة، وهي رسالة، وأسأل الله أن يجعلها خالصة من القلب تصل لكل قلب. للإنسان أربعة أعداء، كلما هم بعمل طاعة أو عمل صالح تأتي هذه الأعداء فتعطل عليه ما أراد، وهذه الأعداء أولهم الشيطان. وبدأت الشيطان وبدأت عداوة الشيطان للإنسان منذ أن أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم. يقول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله عز وجل: ما كان لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. طلب الشيطان من الله المهلة، فقال: رب انظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني. هنا أخذ الشيطان على نفسه عهد أن يغوي بني آدم، فأخذ العهد على نفسه على إغواء بني آدم، وقد حذر الله عز وجل من الشيطان. قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان كيف نتخلص منه؟ الشيطان يقول: أهلكت بني آدم بالمعاصي والذنوب، هو الذي يعطينا الحل. وأهلكني بني آدم بالاستغفار وبلا إله إلا الله. فلنكثر من قول لا إله إلا الله ومن الاستغفار. العدو الثاني الدنيا، والدنيا إذا دخلت في قلب الإنسان أفسدت عليه أعماله. فلا تلذذ بطاعة، ولا تلذذ بقراءة للقرآن، ولا تلذذ بعمل صالح، فينبغي أن نحذر منها. وقد حذر الله الناس جميعا مسلمهم وكافرهم من هذه الدنيا، فقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كيف نتخلص من الدنيا؟ نجعل هذه الحياة الدنيا ممر ومعبر لنا للدار الآخرة، تلك الدار الحقيقية التي فيها الجنة، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. العدو الثالث النفس، والنفس كالطفل إن شب على حب الرواء أو طفتمه ينفطم. والناس مع أنفسهم على قسمين، قسم ظفروا بأنفسهم فقادوها إلى الطاعات، وقسم ظفرت بهم أنفسهم فقادتهم هي إلى الغفلة وإلى المعاصي وإلى المحرمات. والنفوس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نفس مطمئنة وهي نفس المؤمن، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أصحاب تلك النفس، ونفس لوامة بالسوء وقيل هي نفس المسلم كل ما عمل غير صالح يلوم نفسه، ونفس أمارة بالسوء، نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء وهي نفس الكافر والعياذ بالله. العدو الرابع والأخير الهوى، وقد حذرنا الله جل وعلا من الهوى، فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله سبحانه وتعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الجائزة فإن الجنة هي المأوى. فلنحذر من هذه الأعداء الأربعة إذا أردنا أن نسعد في صلاة، إذا أردنا أن نخشع في صلاة نسعد في عمل صالح، نطمئن في أعمالنا ونخشع في صلاتنا ونتلذذ بكلام ربنا، نبتعد عن هذه الأعداء الأربعة
الشيطان والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهن أعدائي. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وتجاوز عني وعنكم، ويشرح صدري وصدوركم، ويقضي ديني ودينكم، ويشفي مرضاي ومرضاكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم.